السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. انا النهاردة جايب لكم برنامج ازاي تحدد الاسامي المتكررة، الارقام المتكررة عندك بكذا اسم، علشان انت لما بتيجي تتصل بالاسامي بتتصل قصدي بالارقام، او لما حد بيجي يتصل بيك بتبقى انت مسجله على الموبايل بس بيجي لك رقم عادي علشان انت مسجله اكتر من مره. فان شاء الله الابليكيشن ده او التطبيق ده ان شاء الله هتنزله عندك على الجهاز، وبعون الله بعون الله اول ما هتنزله هيجيب لك الاسامي المتكرره وهيمسحها على طول. انا هخرج بره دلوقتي اهو، انا كده خرجت بره، اخش التطبيق اهو. التطبيق ده ان شاء الله هتلاقوه في اللينك في الديسكريبشن في الشرح، ولو ما عرفتش ازاي تجيب الشرح اضغط على اسم او عنوان الفيديو، يعني العنوان هتلاقيه مثلا ازاي تمسح الارقام المتكرره، دوس عليه هيظهر لك كلام كده كتير، هتلاقي في لينك كده لونه ازرق فيه، فهنضغط على الدوبليكيت دي. اهو ده البرنامج، تمام. بيقول لك فاوند تو دوبليكيتس كونتاكت، بيقول لك لقى اتنين كونتاكت، لقى يعني اسمين، يعني رقمين متكررين بكذا اسم، فهندوس اوكي كده. بص انا عندي داد فوق اهو، رقم والدي اخره 105 فوق، وهنا معرفش اسمه، انا كنت كاتب كده اي اسم اخره 105، واحمد اخويا 609، هنا برضو 609. فهنعمل ايه؟ هنروح هو كده كده عامل لي سيلكت عليهم، يعني هو محددهم، هنروح دايسين ديليت سيلكتد، هندوس يس كده، كده عمل لي كل حاجه، كده عمل لي شال لي كل الارقام اللي موجوده. طبعا انت ممكن يكون عندك اكتر من رقم، اول بس ما تخش هتلاقيه عامل لك تحديد عليهم، انت بس تدوس ديليت سيلكتد او اللي هو مسح المساله ده، هو بالانجلش. عموما البرنامج ده ايه ميزته عن اي برامج تانية؟ البرنامج ده ممكن يمسح عندك فوق ال 300 اسم، فوق ال 300 رقم متشابهين. اي برنامج تاني على الجوجل بلاي ستور، على موقع جوجل يعني اللي هو متجر جوجل، بيبقى حاجات مجانيه وبتمسح حوالي 25 او 30 اسم. فهو ده اللي انا ده الفرق فهو ده الفرق اللي ما بين البرنامج ده، عشان ده البرنامج ده برو وميتكال، يعني ده غالي يعني، فانا جايبه لكم ان شاء الله ببلاش يعني. فان شاء الله هتلاقي اللينك في الشرح، فما تنساش حضرتك تعمل لايك واشترك في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.